بنرحب بحضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور، ونبتدي معاكم أخبار. والحقيقة طول الفترة اللي فاتت ومن بداية النزاع والصراع اللي حاصل في غزة بين الجانب الفلسطيني والتعدي الإسرائيلي عليه، واحنا شايفين الدور المصري الحقيقة بيسمن بجهوده كل دول العالم وكل رؤساء العالم. وكل يوم بنشوف سواء زيارات على المستوى الرسمي من رؤساء لدول، من رؤساء وزراء، من مداخلات هاتفية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمباحثات بخصوص الصراع ده. فتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، واللي دار النقاش او المداخله الهاتفيه بخصوص الصراع اللي داير في المنطقه. كمان كان بيسمن رئيس الوزراء الكندي على الدور المصري في إدخال المساعدات، في محاولات التهدئة، في وبرضو طبعا الصراع الداير ده لو الدايرة وسعت أكتر من كده يعني هتطول الكل زي ما بيقولوا كده. يعني دايرة الصراع دي لو وسعت رد الفعل هيكون أكتر، الخسائر هتكون أكتر. وده اللي خلى رئيس الوزراء قال إن بلاده بتدعم جهود الجانب المصري بكل ما تملك وكل اللي تقدر عليه لوقف إطلاق النار ومحاولات التهدئة. أما الرئيس السيسي ودع أيضا نظيره البرازيلي لولا دي سيلفا بعد انتهاء زيارته لمصر. في زيارة هامة لمصر زار الرئيس البرازيلي دي سيلفيا مصر بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات المصرية البرازيلية. وأكد الرئيس البرازيلي على توطيد العلاقة مع مصر في الفترة القادمة ودعم يعني الأمور المالية والاقتصادية بين البلدين، وأن هو يتمنى أن العلاقات مع مصر تاخد أفاق أفضل وأحسن كمان في الفترة اللي جاية، خاصة فيما يتعلق بالتبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين. ورئيس السيسي كان رحب بهذه الزيارة، وقال كمان على الرئيس البرازيلي أنه هو شخصية عالمية مرموقة ويعني بيحترمها المجتمع الدولي بأكمله. طبعا دي سيلفيا اقروا عنه، الرجل ده يعني كان منقذ لبلاده بعد فترة انهيار اقتصادي كبيرة جدا. جه لولا دي سيلفيا ويحمل أمل ويحمل حلم لكثير جدا من البرازيليين، وكان هو سبب كبير جدا 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 في يعني إخراج البرازيل من أزمة اقتصادية كبيرة جدا، إلى وصول أن البرازيل النهاردة من النمور أو من يعني الكيانات الاقتصادية الكبيرة جدا في العالم. تصريح مهم أعلنه ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مصر هتبني وحدات عشان تستقبل فيها الأشقاء الفلسطينيين في حال تهجيرهم سواء قسري أو طوعي، فمصر بتستعد لده. فالتصريح نفى تماما وكالات الأنباء اللي بتقول الخبر ده، بتقول الكلام ده. مصر لا بتستعد تستقبل الفلسطينيين لعلاجهم في المستشفيات وبعدين بيرجعوا لأماكنهم أو لبلادهم تاني، لكن موافقة مصر على تهجير الفلسطينيين وإحنا كمان بنعمل حسابنا ونبني لهم وحدات وتهجيرهم من الإسرائيليين نجيبهم عندنا. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن اكتر من عشرات المرات من بدايه الازمه الرفض ده، واحد لان ده تصفيه للقضيه الفلسطينيه، ثانيا لان ده تهديد للامن القومي المصري. فبكل الصور وبكل الاشكال الكلام ده مرفوض جمله وتفصيلا ومش هيحصل. فاي شائعات بتتكلم عن ان احنا بدانا نستعد ولا نبني وحدات ولا نبني مخيمات ولا هنستقبل الفلسطينيين عندنا في مصر، الكلام ده مش مظبوط. كمان من أخبارنا، كمان وزارة الصحة بتكشف عن 6 حقائق عن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم. وزارة الصحة بتقول إن هي الفترة اللي جاية هتفحص طلاب المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين، يعني يدخل على المدرسة كل اللي فيها من طلبة يتم الفحص عنهم. والمبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية. هتلاقي بيروح يكشفوا على أولادنا في المدارس الابتدائية للكشف عن موضوع التقزم والأنيميا. بس عايز أقول يعني كلمتين هنا، مش عايز يعني ما تعتبرهمش نصيحة، اعتبرهم كده إيه يعني حاجة كده.
من فضلك لما يكون ابنك انت حاسس ان هو قصير قوي عن اقرانه او عن زمايله في المدرسه، ما تقعدش تقول ايه اصله ده طالع لخاله اللي كان مش عارف عايش فين وكان بيجي لنا مره كل سنتين، اصله طالع لجده الكبير اللي مات من 60 سنه. ما فيش حاجه اسمها كده. في ممكن يبقى وراثه، يعني ممكن يبقى وراثه، ممكن يكون هو جسمه منحول كده رفيع قوي او قصير قوي كنوع من انواع الوراثه، هو كان فعلا طالع لوالده او والدته، طالع لهنا طالع لهنا. بس في حاجه كمان اسمها علم، فما تسيبش الامور كده، وانا اسف يعني ما تسيبش الامور لغايه ما يروحوا لك لجنه في المدرسه ووزاره الصحه مشكوره تروح تكشف على العيال، ما تعملش كده. انت اذا انت ابنك حاسس ان هو جسمه مختلف رفيع قوي كده وضعفان وتعبان قصير قوي عن بقيه زمايله، تروح تكشف. الدكتور هيقول لك ايه؟ اعمل تحاليل. تروح عامل تحاليل. الواد محتاج شويه فيتامينات، نديله شويه فيتامينات. الواد محتاج شويه تمرينات، نبقى نعملها. الواد محتاج هيموجلوبين، نبقى نديله كده. محتاج شويه حديد، محتاج محتاج محتاج، لان كتير جدا من الولاد بيبقوا محتاجين مساعدتنا في الحته دي. لا الواد فاهم ولا حاسس باذى غير الاذى النفسي طبعا، يا قصير يا معرفش ايه يا ايه يا ايه. وانت كمان كاب وام شايف ان ده الطبيعي. طب وايه المشكله يعني؟ وايه المشكله؟ بكره يكبر، بكره يتخن، بكره يطول شويه، مفيش حاجه اسمها كده. أرجوكوا اهتموا بولادكوا من الحتة دي. وهنا كمان بيقولوا إن الحالات المصابة بأي هذه الأمراض هيتم تحويلها لعيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج بالمجان. هيبقى في علاج بالمجان، بس أنا رأيي إن قبل ما يعني المجموعة دي تنزل أو الأطباء ينزلوا، أنت كمان حضرتك أو حضرتك والأم بالذات هي اللي بتقدر تتابع ابنها وتعرف اذا جسمه نحيل ما بياكلش خالص، هفتان، مش قادر يلعب، يجي يشوط الكره يروح واقع، الكلام ده كله لا اكشفوا، وولادكم ياخدوا يعملوا التحاليل اللازمه، وبيبقى في علاج للانيميا وعلاج للتقزم. شوفوا اكيد بتشوفوا في الشوارع دلوقتي الشوادر اللي معموله والسلاسل الفرعيه حتى غير السلاسل الرئيسيه اللي ابتدت تحط كل الاحتياجات عشان دخلت شهر رمضان. طبعا يعني دايما وزاره التموين مع وزاره الداخليه مبادره كلنا واحد، دي المرحله اللي تم افتتاحها امبارح، المرحله الـ25 من مبادرة كلنا واحد. هي محاولة مع ارتفاع الأسعار والأزمة اللي احنا فيها دلوقتي، احنا يعني عمالين نقول 600 جنيه عشان نشتري زيت، ولا أزمة الرز وارتفاع أسعاره، يعني الناس ربنا يكون في عون كل الناس. فهي مبادرة عشان تخفيض الأسعار. القبر بيتكلم عن ان في تخفيضات بتوصل لـ40% على بعض السلع، كل السلع متوفرة، عشان يسهلوا الموضوع على حضرتك وتقدر ان انت توصل للسلاسل دي. مش شرط يكون جنبك مجمعات استهلاكية اللي هي الأساسية، لكن في حاجات فرعية، في حاجات متنقلة، في الشوادر اللي دلوقتي بقت عاملة زي الخيمة يعني، ومتوضبة من جوه وبحطوط فيها كل السلع اللي انت ممكن تتخيلها، والحاجات كمان الخاصة بشهر رمضان موجودة في كل الشوارع. امبارح كان في حتى رصد لإقبال الناس على الشوادر دي، فكان عليها زحام كبير، وده حتى إن دل على حاجة فيبقى في فرق أسعار. النهاردة لو انت هتشتري الحاجة دي فيها 2 جنيه ولا فيها 5 جنيه ولا أكتر فرق، فأنت أولى بيها. 2 من هنا وخمسة من هنا أو 10 من هنا في السلع اللي أنا بشتريها هتجمع معايا 8 حاجة تانية أنا محتاجها عشان أجيبها للبيت. فمن خلال المبادرة تقدروا تشوفوا إيه السلاسل المجمعات القريبة منكم، أو الشادر اللي موجود لغاية آخر شهر رمضان. المرحلة الـ25 دي هتستمر من امبارح، كانت الجمعة، لغاية نهاية شهر رمضان. أنا بس هبة، إحنا كنا قلنا قبل كده على حاجة وأتمنى تكون موجودة، الموضوع المبادرات، إن كل المبادرات تتجمع تحت اسم واحد بس، كل الأسعار كلها مشابهة لبعضها أو زي بعضها، ما تبقاش في مواسم، تبقى طول السنة، لأن المبادرات دي لما بتزيد والعربيات اللي في الشارع بتزيد والمجمعات دي بتزيد، بتعمل توازن شوية في الأسعار. والدولة دايما مش هتسعى أن هي تكسب، يعني مش هتسعى أن هي تكسب في ثمن الفرخة ولا كيلو اللحمة ولا البيض، لا مش هتسعى بكده، بالعكس هي تقدمه بأرخص ما يمكن وبسعر التكلفة عشان ده يعمل توازن في السوق. كمان من أخبارنا، وزارة الإسكان هتطرح ما يقرب من 1000 وحدة سكنية، بالضبط 984 وحدة بمشروع فالي تاورز، ده هيبقى موجود في حدائق أكتوبر بمساحة 100 متر و95 متر.
يعني قول مساحة 100 متر، لأن غالبا ال 95 متر دي هتبقى الدور الأرضي عشان بيبقى أقل شوية. القصة إيه؟ القصة إني المشروع ده هيكون في 6 أكتوبر قريب من طريق الواحات، أو هو على طريق الواحات لكن في موقع متميز جدا. ده مش إسكان اجتماعي، هقول تاني برضه عشان ناس أنا عارف هتتصل، ما في ده مش إسكان اجتماعي، يعني مش ده بـ 20 ألف جنيه ونقسط، مش هو ده، هو ده بالتقسيط بس هيبقى غالي. هتدفع الأول جدية حجز، طب بكام لسه ما نعرفش الوحدة تبقى بكام بالظبط، بس هتدفع الأول 150 ألف جنيه والكراسة بـ 1000 جنيه، ولما هتجيلك هتدفع 20% من تمن الوحدة، 1% مصاريف إدارية، ومش عارف هو 0.5% إيه وبتاع، وهتبقى قرعة. يعني الكلام ده كله هيبقى بالقرعة عشان أكيد هيتقدم له ناس كتيرة. تقول ده كده الوحدة ممكن يكون سعرها معدي المليون، أي ما هي المليون ومليون ونص والأكتر دلوقتي ما بقتش سعر، يعني ما بقاش سعر كبير. النهاردة بتنزل تجيب أرخص عربية في بكام، بتجيبها بمليون مية ومليون متين، دي أرخص عربية في السوق، فبالتالي برضو ما هو العقار زاد، لأن العقار في جزء دولاري كبير جدا اللي هو الحديد، فكمان أسعار العقارات بقت بزيادة جدا جدا. وحتى وزارة الإسكان لو ما بتسعاش للربح من وراء الشقة دي، بس هتلاقي برضو سعرها غالي. لكن عموما طبعا اللي بيحب أكتوبر والجزء بتاع أكتوبر غالبا هم من سكان الجيزة، فسكان الجيزة اللي حابب يدور على شقة معاه 400-500 ألف جنيه وبيدور على شقة ومش لاقي، أكيد هتقدر تدفعهم في عمارة من العمارات دول وتقسط الباقي وتاخد شقة محترمة وشقة كويسة كاملة التشطيبات. وبالتوفيق ليكم كلكم. نروح لأسعار الذهب، وبعد حالة من التذبذب والقلق من الناس حتى اللي كان اشترى ذهب، اشترى سبائك، اشترى جنيهات، التذبذب في أسعار الدولار، التذبذب في أسعار الذهب، ففي حالة من الاستقرار. هقول لحضراتكم برضو الأسعار وبعدين نشوف برضو إيه التقييم بتاع عيار 24 بيسجل 4154، ده من غير ضريبة ومن غير مصنعية. 21 3635، 18 3116، عيار 14 2423، الجنيه الذهب 29080 جنيه. طب بيشرفنا عبر الهاتف دكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب. دكتور ناجي صباح الفل. ازيك يا استاذ حق؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك. صباح الفل يا دكتور. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا دكتور، منور. ربنا يخليك دكتور ناجي. احنا شايفين تذبذب في سعر الأونصة على المستوى العالمي، واكتر من مره خلال الثلاث ايام اللي فاتت انخفضت تحت حيز ال 2000، ومع ذلك اسعار الذهب لازالت تقريبا ثابته، يعني عيار 21 3600 وكسور، يعني ثابت في منطقه معينه في حدود ال 3600، رغم ان الاسعار العالميه عماله تشاور عقلها شويه تنزل وشويه تطلع لحيز ال 2000 وبعدين تنزل تاني. اتكلم مع حضرتك 100% سليم. هو السعر العالمي نزل تحت عتبه ال 2000 دولار ووصل التجويه 1985 دولار، ثم استرد الذهب مرة أخرى وارتفعت لتغلق أمس 2012 دولار. صح. لكن زي ما بقول لحضرتك إن إحنا السوق هنا مستقر وشبه مستقر ما بين 600 و 630، ولأن زي ما قلت لحضرتك قبل كده إن إحنا العامل الأساسي اللي بيحدد السعر عندنا هو العرض والطلب. والعرض والطلب طالما متزن او متوازن فبتلاقي الاسعار تقريبا شبه مستقره، ما فيش اختلافات كتير. لكن هل في توقعات الفتره اللي جايه؟ وفي بعض التوقعات كان بتقول بعد اصدار البيانات الخارجه يعني عن الولايات المتحده الامريكيه، وان فيها هيبقى لسه في استقرار في زياده اسعار الفايده او ثباتها لما بعد شهر يونيو القادم، وده هيبقى ضد الذهب، يعني الذهب ممكن يتراجع خلال الفتره اللي جايه، راي حضرتك في ده ايه؟ ممكن طبعا ممكن يتراجع عالميا، ده شيء وارد جدا جدا، خاصة ان هم يعني قالوا ان الفايدة قبل شهر 6 ممكن ان يتم تخفيضها. لكن برضو يعني عايز الفت نظر حضرتك لحاجة، ان الظروف العالمية
لو بصيت لك دي يعني ككل الحروب طبعا الحروب اللي موجودة والتوترات الاقتصادية وإغلاق المضايق والحروب الاقتصادية لصالح الذهب، فده بيأثر يعني بالعكس ده بيبقى لصالح الذهب، لصالح الذهب بجد، لصالح الذهب ولصالح البترول لو تلاحظ طبعا هتلاقي البترول برضو عمال ماشي تخطى ال 85 خام برنت، والذهب برضو بيمشي معه. طب احنا بنشكر حضرتك جدا دكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعه الذهب، الف شكر لحضرتك. نشوف صرف المرتبات. اتفضلي يا هبه. طيب الناس اللي يعني او كلنا قاعدين مستنيين دلوقتي ميعاد صرف المرتبات هيبقى امتى، وخصوصا بعد اقرار سياده الرئيس الزياده على المرتبات تم تحديد ايام معينه في الاسبوع هيتم صرف فيها المرتب بعد احتساب الزياده، ولو في اي متاخرات او مستحقات ماليه لناس مرتب متاخر في شهر ليك حضرتك حوافز بعد حساب الاجازات بتاعتك اللي هي الغير رسميه اللي انت ممكن تكون واخدها وتبتدي ان انت تصرف مرتبك. هقول لكم طبعا ده حسب الاعلان على مرتبات شهر فبراير، هيبقى الخميس والحد والاثنين والثلاث والاربع، الخميس 22 والحد 25 الاثنين 26 والثلاث 27 والاربع 28، دي هتكون المواعيد بتاعه قبض المرتبات، يعني تستمر لمده 5 ايام بعد احتساب الزياده اللي اقرها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. أما عن حالة الطقس، أمطار ورياح وشبورة والأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم، خلال الأيام اللي فاتت كان الجو برد برد حقيقي يعني، امبارح كان فيه كمان هواء شديد جدا. بيشرفنا يكون معانا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الفل. صباح الفل يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بكل السادة المشاهدين. أخبار حالة الجو إيه اليومين اللي فاتوا؟ وإحنا يمكن شاهدنا الفترة اللي فاتت أو الكام يوم اللي فاتوا برد شديد شوية. بالفعل يمكن إحنا خاصة على مدار 72 ساعة الماضية كان في حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، أمطار كانت متفاوتة الشدة من محافظة لمحافظة، من محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. ايضا انخفاض في قيم درجات الحراره، وكمان كان في نشاط لرياح ساعد بشكل كبير ان احنا نحس بالتقلبات الجويه او نحس ان في انخفاض كبير في قيم درجات الحراره، ده بفعل منخفض جوي متعمق موجود في طبقات الجو العليا ومنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط. اعتبارا من اليوم تاثير المنخفض هيبدا يقل ويتجه اكثر لبلاد الشام وشبه الجزيره العربيه، فتاثير المنخفض عندنا هيبدا يقل نوعا ما، وطبعا مش تحسن كبير في الاحوال الجويه، هو تحسن طفيف في الاحوال الجويه من النهارده، كميات الامطار هتقل عن ال 72 ساعه الماضيه وتكون امطار متوسطه ورعديه احيانا لمحافظات السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري زي مطروح الاسكندريه البحيره قصر الشيخ الدقهليه، لكن ناكد ان كميات الامطار اقل من اللي شفناها خلال 72 ساعه الماضيه. بالاضافه كمان الامطار هتمتد للمحافظات الداخليه بكميات اقل خفيفه قد تكون متوسطه للسواحل الشماليه الشرقيه مدن القناه جنوب الوسط البحري، وقد تصل فرص امطار خفيفه لمناطق من القاهره الكبرى. المحافظات الداخليه هتحس بالتحسن بشكل كبير غير المحافظات الساحليه، طبعا هتلاقي في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، اعتدال في سرعات الرياح، ويمكن اعتدال سرعات الرياح ده اللي هيحسسنا بالتحسن. ان شاء الله بكره كمان الاحد هيكون في مزيد من التحسن في الاحوال الجويه، والتحسن الكامل والاستقرار ان شاء الله هيكون من يوم الاثنين، يعني من يوم الاثنين وحتى نهايه الاسبوع استقرار في الاحوال الجويه. طيب. ارتفاعات طفيفه في قيم درجات الحراره فتره النهار والاجواء المشمسه بشكل كبير فتره النهار والدافئه، فترات الليل هيكون فيها بروده شديده، وده اللي هنأكد عليه ان فترات الليل هتظل فيها الاجواء شديده في البروده خاصه في ساعات الليل المتاخره او الصباح الباكر، الشبوره المائيه هتكون ظاهره جويه مؤثره معانا خلال الايام اللي جايه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، فعشان كده هنقول لكل الساده المواطنين لازم نخلي بالنا من فرق درجات الحراره بين النهار والليل، الجو ده بنسميه بينا كده جو العيا اللي هو فرق الحراره بين النهار والليل، والناس بتبدا تغير نوعيه الملابس، ما زلنا في فصل الشتاء وذروه فصل الشتاء لازم نرتدي الملابس الشتويه الثقيله فترات الليل متاخر فترات الصباح الباكر، القياده تكون بالضوء تام على اغلب الطرق مع وجود الشبوره المائيه، واليوم وغدا في المحافظات الساحليه خاصه شمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه مع سقوط الامطار نبتعد عن المباني المتهالكه، اعمده الاناره، اشكاك الكهرباء، والقياده ايضا تكون بهدوء شديد.
احنا بنشكر حضرتك جدا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على التحليل الوافي والكافي لحالة الجو، وتعالوا نشوف مع بعض درجات الحرارة. دي كانت أخبارنا، إن شاء الله الفقرات النهاردة تكون مفيدة وتعجب حضراتكم. هيبقى عندنا فقرة نتكلم فيها عن العلاج بالفن، يعني هل ممكن يبقى فيه مشاكل نفسية أو حتى صحية ممكن الواحد يتعالج منها بالفن؟ طبعا أنواع الفنون كتيرة، هل في أنشطة أسرية ممكن نعملها مع بعض في البيت، أو أنواع من الفنون حاجات نمارسها في البيت ممكن دي تأثر وتعمل علاج أو استشفاء؟ هنشوف طبعا من خلال الفقرة. هيبقى عندنا فقرة تانية نتكلم فيها عن ارتفاع أسعار الثوم بعد ما وصل سعره لـ60 وأكتر من 60 جنيه، وده اتسبب في ارتفاع الأسعار لبعض الخضار والفاكهة. فإيه سبب الارتفاع المبالغ فيه لسعر الثوم؟ ممكن الأزمة دي تتحل إزاي؟ إزاي تأثيرها كمان ما يطولش الخضار والفاكهة؟ نتكلم في الموضوع ده بالتفصيل بعد الفاصل.